pour un sujet pointu, معناها دوكا راك تخير. هذه فرصة يعني لإيجاد هذا الجو تاع التبادل ما بين المتعاملين الاقتصاديين لإنجاز صفقات تاع المناولة، لأن المناولة هذه رايحة تعزز الاقتصاد الوطني وتعزز كذلك تنافسية المؤسسة من حيث السعر والجودة، لأنه المؤسسة باش تقدم منتوج ذو مطابقات عالمية لازم تعتمد على المناولة، المناولة هي التي تمكنها من إيجاد تحكم في التكلفة والنوعية، وهذه التكلفة والنوعية هي التي تسمح بتطوير الاقتصاد الوطني، تعزيز التشاور، إيجاد علاقات عملية أوبيراسيونال لرفع مستوى تنافسية المؤسسات الجزائرية.